Mosaïque FM Podcast Sport Express. مرحبا بكم. البداية المرة هذه باللورو إيطاليا ألمانيا، هذه هي أفيش الفينال الكبيرة نهار لحد في كييف الأوكرانية تلين فيش الناس الكل الليلة وترشحوا قدام المانشافت الألماني في الدمي بعد ما ربحوها 2-1 تألق كبير للسوبر ماريو بالوتيلي اللي مارك دوبلي في دقائق 20 و36. الألمان ماركيو بونتو واحد ما كانش كافي باش يرجعهم في الماتش هذا، بونتو ماركيه وزيل في دقيقة الثانية من الوقت الضايع على المقابلة من ضربة جزاء. دونك ألمانيا إليميني إيطاليا في الفينال نهار لحد مع الماتادور. رضوان الفالحي، نرجع لتونس، ورضوان الفالحي مدافع على الإتوال مدد عقده بعامين مع جمعيته ولا يوفى في جوان 2014. اتفاق رسمي بين لاعب مستقبل مرسى بلال بن مسعود وهيئة النجم الساحلي للتأكيد من عند الملاعب بيدو في تصريحه اليوم العشية في فورم سبورت. مازلت مش رسميا، مازلت ما عمليتش، ان شاء الله ديكي غدوة الحي يزيدوا يقعدوا مع جمعيتي وان شاء الله زين. نورمالمون لي غون ليني تفاهمنا عليهم وان شاء الله ماشي، خذيت اشواط كبيره مفاوضات وان شاء الله ربي يفهم. يعني نفهم من جانبك انت بلال معناها اتفاق رسمي بينك انت كلاعب ولا النجم الرياضي الساحلي في انتظار ربما انهاء الامور اخرى بين جمعيه المستقبل الرياضي بالمناسبه وجمعيه النجم الرياضي الساحلي. اكيد انا كنت بتسمعات في بلال، فاهمنا على كل شيء، مازلت جمعيتي نوم تفهم والبارح ومازلت جيت كورد الخنسيب طوى وإن شاء الله غدوة الحي تسمى فضايا البيع إن شاء الله. إن شاء الله ربي سهل. ربما العقد فهمتوا عليه المدة بليل ولا؟ والله مدة العقد هي 3 سنين طوى فهمنا عليه. غدوة الحي كان كتب نصحح ونعطيكم لديتاي كل إن شاء الله. نور حضرية أمضى عقده رسميا، عقد مدته عامين مع النادي البنزرتي، نقعد مع السيابي اللي باش يواجه الرجاء البيضاوي المغربي في الدور 16 الكاس العربية للأندية البطلة بعد القرعة اللي تعاملت اليوم الصباح في جدة في السعودية. اللي باش يكون نهار 18 سبتمبر في كازا، الرتور نهار 26 سبتمبر في بنزرت. النادي الافريقي سافر اليوم على 8:30 نتاع الليل تقريبا في اتجاه باماكو العاصمة المالية وين يلعب نهار لحد ضد جوليبال مالي في ذهاب الدور الاخير قبل المجموعات من كاس الكاف. الوصول المالي متوقع ان شاء الله مع ماضي ساعة نتاع الليل. وقبل انطلاق الرحلة حيدر الشيرني مبعوث موزايك لتغطية رحلة الكلوب هذه كان حكي مع لاعب الكلوب زيادي على مقابلة نهار لحد. حضرنا مش كأي ماتش، صحيح ماتش صعب شوية حضرنا له كما يلزم، احنا توا فيهم كن في فترة خايبة ان شاء الله بالماتش هذا نرجعوا معناها ثقة لرواحنا وللجمهور نتاعنا وان شاء الله ربي معنا. زياد اللي تكون تعرف كلوب الثاني من غير تيتر ماشي شامبيون ما غير كوب، عاد الامل الوحيد بالنسبة لكلوب افريكان هو كوب لاكاف، يعني حاسين بالمسؤولية هذه. يمكن بداية الحال كما قلت لك كي تبدا تلعب في نادي كبير كما نادي افريقي لازم تلعب على القاط، احنا بعد عام قوي يمكن ان شاء الله العباد سامحنا وسامحوا رواحنا قبل كل شيء وان شاء الله العام الجاي نبداو صفحة جديدة وواحد يحس بك المرير اللي لابس وان شاء الله ربي معنا. شادي الهمامي أمضى عقد مدته موسم واحد مع نادي الكويت الكويتي. في السي اس اس في المقابل مهاجم جابوني عمره 19 عام باش يشارك يعني مع منتخب بلاده في اولمبياد 2012 موجود من البارح في صفاقس من المنتظر يمضي عقده في الفتره القريبه الجايه. تعيينات حكام مقابلات الجولة 24 من البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى غدوة زوز ماتشوات واحدة مع الأربعة مقابلة مستقبل جابس ونجم الخليدي، التحكيم الأنيس بن حسن مع الستة متاع العشية في ملعب رادس، الترجي يلعب مع أمل حمام سوسة والتحكيم الماهر الحرابي نهار السبت مع الخمسة متاع العشية، الملعب التونسي النادي بنزرتي تحكيم محمد بن حسن، النادي حمام نلف مع شبيبة القروان تحكيم مراد بن حمزة، الاتحاد المنستيري مع القوافل التحكيم للسليم بالأخواص مع الستة نهار السبت زاد كيف أما مع الستة السياسيس يلعب مع مستقبل مرسى، تحكيم عادل الصغير وياسين حروش هو حكم مقابلة الإتوال والأولمبي البيجي. نذكروا دونك بالخبر اللي بدينا به، وترشح إيطاليا اليوم بعد ما ربحت 2-1 في الدمي قدام الألمان قدام المانشاف. دونك إيطاليا تلعب الفينال نهار 1 جويلية نهار لحد ضد المنتخب الإسباني.